مقترحات ذات الصلة من قبل المتخصصين وأساتذة القانون والأحزاب السياسية وكل ذي شأن، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى 9 فبراير المقبل. إذن مشاهدينا الكرام، أعلنت مؤسسة الرئاسة أنها انتهت من مشروع القانون المبدئي للانتخابات الرئاسية، وأعلنت أيضا طرحه على المناقشة المجتمعية حتى 7 نوفمبر المقبل. أهم ملامح هذا القانون كيف سيسهم في إجراء استحقاق انتخابي متعلق بأعلى منصب في الجمهورية، منصب رئيس الجمهورية، بشكل يعني نزيه وشفاف، وأيضا ما هو المطلوب من كافة مؤسسات المجتمع المدني، من الشعب المصري، من المواطن المصري في المرحلة القادمة. كل هذه النقاط والعديد غيرها نحاول أن نتعرف عليها من خلال حوارنا مع الأستاذ حافظ أبو سعد، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. أهلا بحضرتك. رحب بسيادتك. في البداية قبل ما أتكلم عن القانون اللي انتهت منه رئاسة الجمهورية، تقديرك لتكون الانتخابات الرئاسية ثاني خطوات خارطة المستقبل؟ أنا بعتقد أن ده الاتجاه الصحيح. لأنه إحنا الآن عندنا قانون، عندنا دستور، عندنا هذا الدستور بيحدد صلاحيات رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية في الحقيقة المنتخب له قبول في المجتمع الدولي بشكل صحيح. احنا شايفين وضعنا في الاتحاد الافريقي في تجميد للوضع المصري، وبالتالي عايزين ننتقل بخطوه اكبر في المرحله الانتقاليه لحاله يعني ثبات للدوله المصريه ولعب دور على مستوى المجتمع الدولي وتقديم مصر بشكل انها تنتقل بشكل جيد للعمليه الديمقراطيه. اذا رئيس جمهوريه منتخب ده هيغير في كتير في الوضع الدولي، لا سيما ان احنا استفتاء ناجح، نسبه الناس اللي شاركت فيه بشكل كبير اكبر من الاستفتاء السابق 4 أو 5 مليون، وبالتالي انتخابات رئاسية تدار بشكل ناجح. ده هيخلينا اللي قادم بقى هو البرلمان، والبرلمان ده في الحقيقة هيبقى كمان في توافق كبير على ان احنا مش عايزين، لو كنا بدأنا بالبرلمان كان ممكن يبقى الانتخابات الرئاسية فيها اثار المعارك الانتخابية لانتخابات البرلمان والخلافات والنزاعات وكذا. خلينا بندير الانتخابات الرئاسية بشكل في توافق مجتمعي كبير زي ما احنا شايفين كده، واعتقد انه ده هيبقى يعني خطوة مفيدة للمرحلة الانتقالية. طيب أستاذ حافظ، أهم البنود والتفاصيل المتعلقة بمشروع قانون الانتخابات الرئاسية الجديد ومدى الاختلاف ما بينه وما بين القانون السابق؟ هو القانون في الحقيقة فيه مواد جديدة ما كانتش موجودة في القانون السابق، لكن فيما يخص شروط الترشيح ورئيس الجمهورية المرشح لرئاسة الجمهورية، الدستور نص على مجموعة من المعايير فالقانون بيتبناها بالظبط، زي اللي هي جنسيته في هذا الإطار. بالظبط. النقطة الثانية إنه في الجزء الخاص بالتمويل، ودي نقطة مهمة جدا بالزبط. وضع ضوابط لعملية التمويل. على سبيل المثال إحنا حطينا 10 مليون كحد أقصى للإنفاق الانتخابي و2 مليون في الإعادة، وبالتالي ال10 مليون جنيهين بقى إنه جمع، وده ما كانش موجود في القوانين، إنه يجمع تبرعات من المواطنين أو من المؤسسات بحد أقصى 2% من مجموع المبلغ. وده معناه إيه؟ إن ما تنفعش شركة أو جهة تدي تمويل مثلا 5 مليون ولا 2 مليون، أقصى حاجة 200,000، أقصى حاجة 200,000. فبالتالي ده كمان بيضع ضوابط على عملية التمويل. اللي أنا أعتقد إنه في النقاشات المجتمعية مطلوب إن إحنا نوصل لضوابط، بمعنى إيه؟ طيب ماذا يحدث لو حد تجاوز؟ سواء المبلغ كمان يمكن يفادم آلية الرقابة على التجاوز، يعني يتعرف إزاي إن أنا كمرشح تجاوزت. صحيح. فدي لها حلول. إحنا مثلا كمنظمة كنا مقدمين على مقترح بإنه يتفتح حساب في البنك باسم المرشح وباسم الانتخابات الرئاسية خاضع لرقابة اللجنة العليا للانتخابات، يقدم بيه تقرير قبل الانتخابات، قبل اللي هي مرحلة الصمت، في حوالين عملية التبرع وعملية الانفاق ومن مراجع حسابات. فدي تدي، وعشان كده بنقول انه يترتب عليها عقاب. طيب انا تجاوزت في الانفاق او تجاوزت في تلقي التبرعات، لازم يترتب عليها عقاب كحرمان من الترشح مثلا، انه حتى لا افتح الباب اذا كان دي ضمانة عشان لا يؤثر على انتخابات دولة او منظمة او جهة او مجموعة رجال اعمال او كذا، يبقى منصب رئيس الجمهورية مطروح للبيع. فده انا اظن ان لازم يترتب عليه ابعاد المرشح من الانتخابات اذا كان في اي شبهة في عملية تمويل الانتخابات. ودي نقطة مهمة جدا.
أظن الجزء الخاص بتخفيض عدد المرشحين الموقعين من النواب لعشرين نائب ده تسهيل مهم، لأنه برضو هو طبعا مش موجود في الانتخابات الرئاسية الحالية، ولكن بس ده اللي جاي اللي جاي. وعندنا 25,000 توقيع من 10 محافظات، من 15 محافظة بحد أقصى 1000 في كل محافظة، في كل محافظة. ده برضو ضمان لجدية الترشح، عشان برضو ما لقيش أنا 300 اللي بيروحوا يستلموا مرشح سابق يرسل على اللقب. يعني الطعن على الطعن زي ما هو، لا الطعن زي ما هو، الطعن اللجنة العليا للانتخابات هي الوحيدة التي تتلقى الطعون على الانتخابات، ودي ضمانة موجودة لرئاسة الجمهورية. وفي نفس الوقت اللجنة يجب أن يكون عندها سرعة أكتر في 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 فض أو يعني فحص الشكاوي والرد على لأن ده عايزين نخلي منصب رئيس الجمهورية. يعني أصل هذا النص موضوع ليه؟ أنه رئيس الجمهورية لما يبقى انتخب وأعلنت النتيجة أي بقى طعون تبقى تمت تطهير المنصب من الطعون الموجودة حاليا. فأنا أعتقد يعني الانتخابات اللي فاتت لسه الطعن شغال، يعني ما انتهاش الخاص بتزوير الانتخابات ووجود 2 مليون صوت إضافي من مطابع الأمريكية أو مش عارف منين. إذا النص ده صحيح ومهم يبقى موجود. طيب يا فندم، يعني البعض برضه بيضع تصورات اللي هي ما يترتب على انتخابات الرئاسية القادمة، السيناريو اللي سيادتك بتتوقعه في المشهد السياسي العام، ما يتعلق بشكل الحكومة، ما يتعلق بالاستعدادات وتهيئة المناخ العام لانتخابات برلمانية، خاصة أن هذه الانتخابات بتأتي في ظروف غاية في الصعوبة، لأنها بعد ثورتين وبعد نظامين الشعب رفضهم بشكل أو بآخر. يعني برضو احد ميزات ان رئاسة انتخابات رئاسة الجمهورية اولا ان كمان يبقى فيه نقاشات اكتر حول النظام البرلماني، الانتخابات البرلمانية القادمة، لان حضرتك كلامك مظبوط، البرلمان القادم مهم جدا. البرلمان ده طبعا اذا استمر 5 سنين البرلمان ده هيترجم كل نصوص الدستور صحيح الى قوانين، واحنا عندنا يعني في مواد كثيره مستحدثه في الدستور، سواء الحقوق المدنيه والسياسيه او الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه او يعني مفوضيه الانتخابات او مكافحه الفساد، يعني عندنا مجموعه تشريعات مطلوبه عشان نترجم الدستور لحقيقه قائمه. فانا البرلمان الجاي احنا طبعا غالبا في توافق على ضروره وجود نظام انتخابي بيجيب قيادات طبيعيه من المجتمع المصري ووجوه يعني نقيه وقادره على محاسبه الحكومه. انت عايز برلمان قادر على محاسبه الحكومه، قادر على مش برلمان هيشتغل لصالح الحكومه. فدي محتاجه انا اعتقد انتخاب رئيس جمهوريه اولا هيدي فرصه لانه يدي حوار مع الاحزاب السياسيه والقوى السياسيه. هو في بس نقطه شائكه في هذا الامر بيطرحها البعض في جانب التحليل السياسي، بيقولوا ان الانتخابات الرئاسيه اولا معناها وجود رئيس جمهوريه منتخب، وهذا معناه وجود حكومة أيضا بتتبع نفس السياسات المطروحة من قبل رئيس الجمهورية بشكل أو بآخر. فين المعارضة؟ لا ما هو ده خد بالك، احنا ملتزمين بالدستور المصري خلال 6 شهور ان يكون لدي رئيس جمهوريه وبرلمان، تمام؟ فهي المده اللي الرئيس هيقدر يعمل بيها. بيتكلموا على نقطه تانية برضه، هي 3 شهور بالظبط. دلوقتي انا وفقا للدستور ملتزمين بانه في خلال تقريبا اللي يعني فيفتح باب الترشيح يوم 17. فدلوقتي انا هيبقى عندي خلال 90 يوم تقريبا هيبقى انتهينا تماما وعندنا رئيس جمهوريه غالبا 18 ابريل او في الموعد ده، تمام. خلال 3 شهور هيبقى عندي برلمان. فانا بالظبط المده اللي الحكومه هتستمر فيها بتحكم من غير رقابه شعبيه ومن غير برلمان هي 3 شهور، ودي نقطه يعني مده مش كبيره. خلونا لا بيسموها حكومه تسيير اعمال، تمام. يعني ما بتاخدش قرارات كبيره ولا بتطلع تشريعات كبيره ولا احكام كبيره، هي بتبقى تسيير الاعمال حتى تاتي الحكومه. وانا عايز اقول حاجه دلوقتي، حتى معظم الوزراء بيعملوا الامور الجايه، ما بيعملش تخطيطات طويله المدى لانه عارف انه هتيجي حكومه منتخبه وهتبقى هي اللي مهمتها ان هي تضع الخطط طويله المدى وكذا. وبالتالي انا مش قلقان، 3 اشهر اولا تشريعات مش هتطلع غير تشريعات الضروره اللي هي خاصه بتسيير الامور في هذه المرحله على الانيه. الحاجه الثانيه ان كل ما سيصدر من تشريعات او قوانين ستعرض الى البرلمان، والبرلمان هيبقى له الحق قبول او الرفض او التعديل او لا مفيش تعديل، قبول او رفض، قبول او رفض. لو قبل النص خلاص، لو رفضوا
يرفضوا فالحكومة تقدم مشروع آخر دي تعديلات ويطرح للمناقشة بقى في الحالة دي بقى قانون طبيعي عادي هيبقى. فأنا ما عنديش أي خوف من إنه في هذه الفترة تصدر مجموعة من التشريعات هتراقب من البرلمان والبرلمان بقى في الحالة دي في حالة أقوى. لذلك دور رئيس جمهورية المنتخب عودة للسؤال هو إنه البرلمان الجاي بإدارة حوار مع الأحزاب وإدارة تكتلات وتحالفات انتخابية معينة يبقى عندي برلمان قوي ده المهم ومش هيبقى مسيطر عليه من أحزاب لأنه هيبقى الفرد فيه هو الأغلب وبالتالي نسبة الأحزاب لو أخذوا يعني بنسبة الفرد تلات أرباع وربع قائمة أنا أعتقد إن في الحالة دي هيبقى الفرد أكتر وبالتالي القدرة على حساب الحكومة أعلى بكتير من إنه يبقى الحزب الحاكم هو اللي جاب رئيس الحكومة هو اللي مع الرئيس وبالتالي يبقى ما عندناش أي معارضة وده يتناقض مع فكرة الديمقراطية. بالعكس إحنا في هذه المرحلة المعارضة مهمة جدا جدا طبعًا جدا طبعًا. طيب ده بيقودني إلى سؤال الأستاذ حافظ هو دور بقى منظمات المجتمع المدني في المرحلة المهمة والدقيقة اللي بتعيشها مصر. أولاً التحضير للاستحقاق الانتخابي اللي هو المتعلق برئاسة الجمهورية، توعية المواطن في الشارع بأهمية اختيار الشخصية المناسبة لمنصب رئيس الجمهورية واختيار الشخصيات المناسبة في البرلمان. يعني إحنا في كده في شهور جاية قدام المفروض في شغل كبير جدا لمنظمات المجتمع المدني. ده بقى ياخدنا الى القانون المباشر قانون المباشر الاساسي وقانون الانتخابات الاساسيه. لازم في نص لرقابه المجتمع المدني على العمل الانتخابي. احنا اشتغلنا وشفنا ان لها مصداقيه. المنظمات اللي خدت تراخيص ورقبت الاستفتاء عملت تقارير موضوعيه في ملاحظات لكن النتيجه النهائيه ان هذا الاستفتاء يعبر عن اراده الناخبين. ما لقيناش لا ما رصدناش كما حدث يعني لا تزوير جماعي ولا تسويد بطاقات ولا كذا. لقينا بعض المخالفات الاداريه في عملية التنظيم في عملية كذا وعملنا توصيات بيها وبالتالي لازم نثق في المجتمع المدني ونديله مساحة أكبر في الأيام الجاية. زي ما حضرتك قلتي إحنا مطلوب نعمل توعية. أولا عايزين انتخابات تنافسية رئاسية تنافسية مش عايزين تتقال علينا إن إحنا عملنا انتخابات سورية وجبنا رئيس سوري. لا إحنا عايزين رئيس مستند إلى إرادة شعبية مستند إلى شعب معاه محدش شكك أبدا في العملية الانتخابية نفسها. فلازم تبقى انتخابات تنافسية وقوية وعايز رأي عام قوي. فده هيجي إزاي؟ دور الإعلام طبعا دور المجتمع المدني الناس بالبرامج الانتخابيه. انا مش بختار طبعا في اشخاص محترمه موجوده على الساحه وكذا بس كمان مهم يبقى عندي برنامج انتخابي. مهم نعرف الرئيس اللي جاي في الخمس سنين ايه افكاره ايه مشاريعه وقابليه هذه المشاريع للتنفيذ واحنا الشعب في الحاله دي هيختار وهيقف مع الرئيس اللي عنده برنامج واضح لنقل مصر الى مرحله من حاله الوضع اللي احنا فيه الى مرحله فيها امل للمستقبل وفيها قدره على المشاركه. ده دور المجتمع المدني ان هو يعمل توعيه يراقب الانتخابات اولا ودي مهمه جدا من الان التسجيل يبقى في اللجنه مفتوح للمنظمات اعداد اللي جاي المراقبين. يعني احنا كنا طالبين 4000 يعني حد يراقب خدنا 577 دي كانت شكوى من عدد كبير من المنظمات. ده ما ينفعش لازم الكرنيهات اللي تم اعطائها اقل بكثير من الطلب. يعني واقول لحضرتك انا مثلا بيبقى عندي 30000 لجنه فرعيه تمام وعندي 17000 مراقب هم اللي خدوا تراخيص. طب ليه انا كده خليت ما في عايز حتى مراقب لكل لجنه وبالتالي ده يدي ثقه اكتر ويدي ويعزز العمليه الانتخابيه. فده احد مطالبنا ودي توصيه هنقولها في مشروع قانون جديد عشان كان في فلتره لعمليه المراقبه بشكل او باخر في الاستفتاء على الدستور. فده مش عايزين احنا نكرر الغلط. في عدد من المنظمات الحقوقيه المحترمه اللي اصدرت تقارير واللي بتشتغل بشكل محايد وفق المعايير فدي ندي الترخيص ليها عشان تراقب. النقطه الثانيه انه كمان برامج التوعيه لكن لازم المنظمات معنية بان هي توعي الناخب ايه كيفية تقييمه للبرنامج ازاي يناقش البرنامج ازاي يناقش المرشح ازاي يشارك في عملية التوعية نفسها عشان يبقى هو كمان كمواطن مش بس بيختار لا بيختار بناء على قواعد واضحة. اعتقد ده دور تاني مهم جدا للمجتمع المدني. طيب يا فندم كان في تصريحات لوزير العدالة الانتقالية بيؤكد ان